قصه ايقاف القيد في نادي الزمالك امتى هتتحل؟ بص اخر حاجه بس في جوميز ديت ان مجلس اداره نادي الزمالك فتح مع ملف التجديد ولكن مش رسمي يعني مش قاعده رسميه هو جلسه نبض كده لان هو الراجل بياخد 50,000 دولار وده رقم لا يذكر يعني فهم بيحاولوا ان هم يبداوا مفاوض ويوصلوا لديل مقبول يعني نروح لقصه ايه بقى ايقاف القيد وباتشيكو طيب 819,000 يورو رقم كبير جدا طبعا يا كريم نادي الزمالك خطته ايه انت طبعا الحكم اللي جالك وحيثيات الحكم ان خلال 30 يوم من صدور او وصول القرار لنادي الزمالك القرار وصل يوم 31 اكتوبر معاك 30 يوم تقدر ان انت تطعن على هذا القرار في الفدرالية السويسرية نادي الزمالك هيطعن ولكن امتى يطعن ودي معلومة مهمة جدا اخر الشهر ليه اخر الشهر هم عايزين القرار هيوقف الحكم يعني هيوقف ايقاف القيد وبالتالي هم عايزين ياخروا لاخر الشهر عشان يحاولوا يدخلوا يناير مفيش ايقاف قيد فتقدر تجيب لعيبه تأيدها في يناير ومن ثم قفل تاني تبقى انت تقفل بقى في الصيف قدرت يعني. تحلها هي لازم لكن يتم التعامل بالشكل لكن هتتحل وهيخلصوا منها يعني خلصوا من كتير ومن ازمات كتير جدا 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 هيخلصوا من القصه صح. وهم مش طرف فيها عشان برضو ما كانتش قصتهم يعني خالص صحيح.